اليمن قاب قوسين أو أدنى من وقوعه في كارثة قد تكون أكبر كارثة إنسانية بعد تسجيل إصابات جديدة بوباء كورونا في مدينة عدن. اليمن البلد المنهار صحياً يسجل 10 حالات وعدد من الوفيات، بعضها غير معلن رسمياً، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية بإصابة نيف سكان البلاد بوباء كورونا. بعد الشباب الحالة في يوم أمس، الإجراءات الوقائية زي رش المحلات ووقاية الناس في الكمامات وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تتم بطريقة سليمة، هذا الإجراء هو الصحيح والأنسب لوقاية الناس الآخرين، يعني حماية الناس. تبذل السلطات اليمنية جهودا محدودة لمنع انتشار فيروس كورونا في بلد مزقته الحرب ويعمل فيه 40% من قطاعه الصحي، فيما يخشى المواطن حدوث الكارثة بعد أن كان اليمن خال من الوباء. بعد الاشتباهات التي وقعت أمس واليوم والاحترازات الأبنية مطلوبة. المستشفيات الخاصة في مدينة عدن أغلقت أبوابها أمام المرضى، في حين غادرت الطواقم الطبية المستشفيات بعد الإعلان الرسمي عن حالات مصابة بكورونا، وامتنع بعض المستشفيات والأطباء عن استقبال بعض الحالات المرضية الحرجة وتقديم أي مساعدة طبية للمرضى، وإغلاق بعض المستشفيات أبوابها أمامهم. الوضع في اليمن لا يحتمل المزيد من الكوارث في ظل افتقار القطاع الصحي لأبسط المقومات وتدني الوضع الاقتصادي. صباح الشغدري لقناة اليوم، صنعاء.